تقريبا يعني 12 ونص في الليل مع السحور يعني. ما صحيتش الا الردم وين من الشبابيك والمواسير والاغراض كلها وين؟ كلهن عندي على الدار. في عندي ابن برضو كان نايم في الغرفه. بتفاجئ زي هيك ايش؟ من الباب انخلع والله ستره يعني انخنق الولد، فهمت كيف؟ ودونا على الاقصى. Thank you.